تناول المجلس هذا الموضوع ديال الصحة والسلامة في العمل اللي كان مندرج ضمن خطة العمل ديال 2020، لكن مع الحلول ديال جائحة كوفيد 19 تبين بأن هذا الموضوع ذا رهينية كبيرة ومهم جدا. كان المجلس نكب على هذا الموضوع من خلال اولا تشريح ديال الوضع الحالي للصحه والسلامه في العمل، المعطيات المخيفه والمهوله اللي تم يعني الاطلاع عليها، خاصه الكلفه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال حوادث الشغل والامراض المهنيه اللي تقريبا يعني كاين تقريبا واحد 2000 ديال الوفيات سنويا، كاين 17% من الناتج الداخلي الخام اللي كتسبب فيها الامراض المهنيه وحوادث الشغل، فهي كلفه اقتصاديه واجتماعيه جد كبيره. قام المجلس كذلك بمقارنات دوليه اللي بينات لنا الممارسات يعني الايجابيه اللي كاينه في دول اخرى، ومن خلال يعني هذا الواقع الحال ومن خلال المقارنات الدوليه قام المجلس يعني باقتراح واحد الرؤية شاملة مندمجة لمسألة الصحة والسلامة في العمل، وكذلك اقتراح توصيات عملية لأولا تجميع هذه المنظومة المشتتة حاليا واللي ما كتعطيش واحد المسؤولية محددة لجهة معينة، بل هناك تشتت في المشهد ديال الصحة والسلامة لا بين القطاعات الوزارية ولا بين المجالس اللي موجودة حاليا. فاقترحنا أنه تخلق واحد الوكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل اللي غادي يكون من يعني من الآليات اللي غتشتغل بها هي أنه يكون عندها واحد المرصد وطني للمخاطر المهنية، تكون عندها المعهد اللي هو حاليا موجود يكون تحت الإشراف ديالها اللي هو المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية. هاد جوج ديال الآليات مع المؤسسة ديال طب الشغل اللي غادي يقوم يعني بتوفير المعطيات بالجانب التحسيسي والتوعوي والتكويني بالبحث العلمي بالإشراف كذلك على جميع الجوانب ديال هذا ديال المنظومة ديال الصحة والسلامة. التمويل ديال هاد المؤسسه اقترحنا انه يكون واحد التمويل من الاشتراكات ديال المقاولات، غيقولوا لنا بانه المقاولات واش غادي تقدر انها تزيد عليها واحد الاشتراكات، فاذا شفنا يعني القدر ديال هاد الاشتراكات مع التكلفه اللي كتكبدها المقاولات غتبان بانه الاشتراكات ديالها غتكون مربحه، وبانها يعني هاد الاشتراكات اللي غادي تغطي المساله ديال الامراض المهنيه والحوادث ديال الشغل غتكون يعني لا في الجانب ديالها التوعوي والتحسيسي غتكون مربحه للمقاوله. كانت هناك اقتراحات فيما يخص هاد المساله ديال الحكامه، كانت هناك اقتراحات فيما يخص الجانب التشريعي، بحيث اقترحنا انه يخرج القانون الاطار الوجود وياخذ بعين الاعتبار هاد المقترحات ديالنا فيما يخص يعني خلق أو إنشاء الوكالة. كاين توصيات فيما يخص مسألة ديال التموين، كاين توصيات فيما يخص الجانب ديال التكوين وديال التكوين والتحسيس اللي غتكلف بها المؤسسات ديال التكوين المهني سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الجامعات اللي خصها تلعب واحد الدور في إدماج المسألة ديال الصحة والسلامة في الأسلاك ديالها أو في البرامج ديالها، البحث العلمي يجب كذلك أنه يندمج في هذه المنظومة هذه، وكذلك الجانب التوعوي والتحسيسي اللي وزناه مع الجانب الردعي، لأنه ضروري أنه نوعي ونحسه، ولكن ضروري أنه يكون هناك واحد الجانب ردعي اللي ماشي ردعي بالمفهوم ديالو اللي ربما غادي يجي شوية ثقيل، أنه تكون واحد المؤسسات دو لابيليزاسيون اللي غتعطي واحد التصديق على
الجانب الاجتماعي فيما يخص الصحه والسلامه. وهذه المؤسسات هذه اللي غتكون مؤسسات خاصه غادي يعني الشركات او المقاولات اللي غادي تمشي تقدم عروض ديالها للمشاركه في العروض ديال لي مارشي بوبليك انه تكون من الوثائق الاساسيه هي هاد لابيليزاسيون في الصحه والسلامه في العمل، انها توفر على التصديق فيما يخص المجال ديال الصحه والسلامه. هذا هو اللي كنعنيو به الجانب الردعي باش تكون المقاولات مضطره انها تنخرط في هاد المساله ديال الصحه والسلامه في العمل. ما مدى انعكاس التقرير ديال المجلس البيئي على النموذج التنموي الجديد؟ كنقولوا بانه النموذج التنموي الجديد ما يمكنش يهم غير الجانب الاقتصادي، يجب الا بغينا نخرجوا بواحد المنظومه اقتصاديه جديده خصنا منظومه اجتماعيه جديده، وهذه المنظومه الاجتماعيه الجديده خصها تهتم بالجانب البشري، بتنميه الموارد البشريه، بالتاهيل ديالها، بتوفير يعني واحد الجو ديال الصحه والسلامه اللي يمكن لها ترفع من التنافسيه ديالها، من التاهيل ديالها. فكنظن بانه هادو جوج ديال البرامج اللي متوازيين. شكرا جزيلا.